السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. عندك تلفاز أو جهاز تي في بوكس كيحمل إلى نسخة جوجل تي في وكتبغي تنزل تطبيقات خارجية، فاليوم إن شاء الله غنوريك كي غدير تنزل تطبيق داونلودر. هذا التطبيق هذا فهو معروف عالميا، فهو عبارة عن متصفح كنقدروا نديروا فيه أكواد اللي كتكون اختصارات ديال المواقع، كنقدروا ننزلوا منهم التطبيقات الخارجية اللي كتكون بنظام أبيكا. فان شاء الله اليوم غنوريك طريقه التنزيل ديالو وكذلك شنو هما الخيارات اللي كنفعلهم. فقط خصك تتبع معايا هاد الشرح هذا من الاول حتى التالي باش ان شاء الله نوريك كي غادي تنزل التطبيق وكذلك حل ديال هاد المشكل هذا. مشاهدينا متابعينا، احنا الان امام التلفاز ديالنا. فاول شيء باش ننزلوا تطبيق الداونلودر فغنمشيو لهنايا الابليكاسيون هنا فغنهبطوا. فهذا هو البلاي ستور. بالنسبه للاخوه اللي كيسولونا فين كيتواجد البلاي ستور على اجهزه جوجل تي في، فهذا هو البلاي ستور. فغتجي هنا المكان البحث وتكتب دي او دبليو في وموراها باش دير الشيرش غيظهر معاك التطبيق فها هو. فهاد جوج تطبيقات، فالتطبيق الاول فاللي مكتوبه فيه داونلودر باي اف تي في نيوز فهو التطبيق الرسمي ديال الداونلودر، اما هذا فهو غير رسمي. فنضغطوا على التطبيق الاول اللي غيظهر لنا في خانه ديال البحث، من بعد نهبطوا هنا نديروا انستالي. فالتطبيق ها هو تنزل معنا وتانستالا على جهاز التلفاز. من بعد فغنخرجوا بحالنا ونمشيو للبارامتر، فضروري خصنا نفعلوا هذا الخيار هذا باش نقدروا ننزلوا التطبيقات الخارجيه او الغير معروفه. من بعد غنمشيو هنا البارامتر ها هي ونهبطوا لهنا حتى السيستيم ونضغطوا على زد اوكي. من بعد نجيو هنايا ابروبوز ونضغطوا على زد ديال اوكي ونزيدوا نهبطوا حتى نلقاو هذه بويلد اندرويد تي في ونضغطوا عليها 7 ديال المرات. نضغطوا على زد ديال اوكي 7 المرات، 1 2 3 4 5 6 7. فهو تفعل معنا خيار المطور. فمن بعد خوتي ما فعلنا خيارات المطور كما كتشاهدوا معنا، غنضغطوا على زر الرجوع فهذا هو خيار المطور اوبسيون بور لي ديفلوبر، فحنا ما غنحتاجوا فيها والو، بقى لنا فقط خطوه واحده. فغنضغطوا على زر الرجوع ونجيو نقلبوا على هذا الخيار هذا الخصوصيه، هذه تلقاها باللغه العربيه مكتوبه الخصوصيه. نضغطوا على زر ديال اوكي غيحولنا لهنا، فنهبطوا حتى نلقاو سيكوريتي اي ريستريكسيون ونضغطوا على زد اوكي. هنا كما كتشدوا معنا سورس اونكوني ونضغطوا على زد ديال اوكي وغيظهر معنا هنا مكان التطبيقات. غنقلبوا على تطبيق الداونلودر غنلقاوه نو اوتوريزي غير مفعل، فحنا غنفعلو. فهاد الخاصيه ضروري ديرها، ضروري خصك تعطي التطبيق الصلاحيات باش يقدر ينزل لك التطبيقات الخارجيه. فدابا نخرجوا بحالنا، غتمشي لتطبيق الداونلودر غتقلب عليه هنايا في لاكي غتلقاه في الاخير، وهنايا تجي تكتب اي كود ديال اي تطبيق بغيت تنزلو. اصدقائي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، فهذه هي الطريقه الصحيحه لتنزيل تطبيق داونلودر على جميع الاجهزه الحامله الى جوجل تي في. خذ تهلاو في راسكم، دير معكم واحد اللايك الى ما كنتش مشترك، شارك في القناه وفعل زر الجرس ودير معك بارطاج الفيديو هذا باش تستافد منه واحد اخر.